أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي جلاله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل الأيام يوم القيامة فإذا برق البشر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قررناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم.